ونخش بقى على اللازانيا اللي هي بصوص الليمون. بشيل دماغ البصلايه ديت عشان خاطر ممكن ما تقطعليش الايه البصلايه كامله. بصلايه تقطيعه كبيره صغيره مش صغيره كده. صلي على النبي كده اهي. بقول لي يا عم فين الزيت؟ قلت له يا عم بالك حبه زيت، ايه المشكله؟ اتعدى عليا مره من غير زيت يا اخي كده. يبقى كده حطينا بصلايه على النار، وادي ايه التوم. شوف مقاديرنا على الشاشه قدام حضراتكم اهي. لازانيا، دجاج مخلي، ليمون مبشور، ثوم مهروس، بصل، فلفل حار، ملح وفلفل بابريكا، بهارات مشكله، نص كوب جبنه بارميزان، جبنه شيدر، كريمه لبان، دقيق، لبن. ونشوف دلوقتي بنعمل ايه مع حضراتكم اهو كده. ادي الثوم اهو. كده عنده نص بشر الليمون اهو، ده نص بشر الليمون. طلع ريحه ذكيه، ريحه جميله، ريحه حلوه كده. الفراخ بتاعتي اقطعها قطع صغيره. طيب يبقى حطينا نص الكميه هنا اهي. وادي الفراخ بتاعتي. شيل دي كده. لازم الصوص بتاعي اللي انا بعمله يكون خفيف شويه عشان هسقي بيه اللازانيا، لان اللازانيا مش هسلقها اعملها نيه. ليفز نيه، لو اتسلقت بتتكسر وساعات بتبوظ وساعات بتلزق وساعات بتعمل مشاكل ياما كده. حبه فلفل حراقين. نديها كمان شويه فلفل الوان من حدانا جدعانه. ادي فلفل الوان اهو. نديها شيء شق ميه بقى عشان ايه تنعنع مع بعضيها. هي كده غنية قوي 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 يعني اهو. حطينا زبدة قد الدقيق. زبدة قد الدقيق كده اهو. هنحط هنا بشر الليمون اهو. عايز اعمل حاجة جميلة بطعم جميل وتعجب حضراتكم. سنة ملح ومكعب مرق ماشي.
ادي اللبن كريمة لباني، وعندي كريمة لباني تاني. الجبنة الرومي دي من الداخل او البرمزان من الداخل اهي. وادي فريش كريم. كده اهو. وادي كمان واحدة تانية اهي. كده يا باشا اهو. اغطي بقى عشان ما ياخدش برد. بشر البرتقال مع الجبنة عاملة شغل حلو، الصوص خفيف زي ما انتم شايفين كده اهو. لازم اسقسق واملى الفراغات اهو. ادي الجبنه. والفرن بتاعي شغال اهو. لازانيا بفليفر او بتست الليمون. نصلي على النبي.